30 نديها كبيره بين اللاعبين، نديها كبيره بين اللاعبين في هذا الشوط. كلاهما يعي اهميته تلبونيس من اجل الفوز، هو سيمون من اجل العوده لتحقيق التعادل في مباراه قويه جدا في بدايه المنافسه، في بدايه قطار منافسه هذه البطوله. تلبونيس امام جيل سيمون، الامتياز ثم المبادرة بالهجوم بخطوات داخل الملعب اللي اعطى يعني دفعة اكبر للكرة الاخيرة، فرصة لكسر الارسال، فرصة لتحقيق العودة وتحقيق التعادل. كيف سيتعامل مع هذا المعطى لاعب تلبونيس؟ هذا هو السؤال، ننتظر ردة فعل. اكيد الارسال يعتبر سلاح اول. الارسال الاول كان متميز في حدود 200 كيلومتر في الساعه 196، وينقذ شوط الارسال ويحقق التعادل 40 مقابل 40 في هذه اللحظات. تلبونيس يضغط بقوة وينتزع أول كرة لنفوز بالمجموعة الأولى، الامتياز في هذا الشوط العاشر من المجموعة الأولى. سيمون ما عرفش شنو يعني، اكيد انه يعني كانت كره خارج الملعب، يعني قراءه خاطئه لمسار كره حولت مسار هاد يعني المجموعه الاولى ككل. يعني كان بامكان اللاعب ان يبقى في دائره المنافسه في هذا الشوط في هذه المجموعه الاولى. يعني اراد نشوف الاعاده، يعني كره اللاعب تلبونيس خارج الخطوط، نتابع الاعاده هنا خارج الخط، اكيد كانت خارج الخط، لكن